بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الرابعة بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات، حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ برسالة السائل أبو عبد الله، يقول: ما نصيحة الشيخ صالح لطلاب العلم وخصوصا في استغلال الأوقات والإجازات في طلب العلم الشرعي، وما فضل طلب العلم الشرعي على المسلم والمسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طلب العلم على قسمين: قسم لا بد منه لكل مسلم، فرض عين، وهو ما يعرف به المسلم دينه من عقيدته صلاته وحجه وصيامه، ويعرف أركان الإسلام الخمسة وما يجب لها يعمل بذلك، هذا فرض عين على كل مسلم ما يستقيم به الدين. والنوع الثاني فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من طلبة العلم سقط الإثم عن الباقين، وهو تعلم أحكام المعاملات وأحكام المواريث وأحكام الجنايات من كل ما يحتاجه المسلمون، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وبقي في حق الباقين سنة، وإذا تركه الكل أثم. نعم، أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول: يا شيخ، هل يجوز لزوجي أن يلزمني بالبقاء مع أمه في منزلها، علما بأن لدينا منزلا مستقلا ووالدة زوجي تسكن معها ابنتها وهي تقوم بالواجب نحوها؟ نرجو أن لا يصل الأمر إلى هذا الحد، وأن يكون هناك تفاهم بين الأسرة وبين أم الزوج وزوجة الزوج وزوجته، ولا يكون هناك مشادة. نعم، بارك الله فيكم. سائل آخر يقول: في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من عنده شيخ صالح مرض مزمن لا يمكن معه الصيام، كيف يدخل في هذا الحديث؟ هذا في الآية، وهي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالذي لا يستطيع الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا، إنه يطعم عن كل يوم مسكينا بقدر كيلو نصف من الطعام عن كل يوم، المجموع 45 كيلو عن شهر رمضان كله، يدفعه إلى فقير واحد أو إلى عدة فقراء، ويكفيه ذلك عن الصيام، لأنه لا يستطيعه لا حاضرا ولا مستقبلا. نعم. مرض السكر يا شيخ، تقول السائلة: لديهم مرض وهو المستمر، هل بالنسبة للأنسولين وكذلك التحاميل التي تؤخذ من غير الفم؟ تجنب الصائم ما يصل إلى جوفه، تحاميل تصل إلى جوفه، تتشربها الأمعاء تصل إلى جوفه، فيتركها إلى الليل. وأما الأمر الثاني وهو الأنسولين، ليست مغذية شيخ صالح. إذا كانت تؤخذ في العضل فلا بأس، أما إذا كانت تؤخذ في الوريد فلا يجوز. نعم. هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر بدون عذر؟ ما يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر إلا لعذر المطر أو الوحل، إذا كان هناك مطر يبل الثياب أو وحل بين جماعة المسجد والمسجد، فإنهم يجمعون لأجل أن يخفف عنهم مؤونة الخوض في المستنقعات أو التعرض للمطر، يجمعون في صلاة المغرب والعشاء في هاتين الحالتين. وكذلك يقول: في الريح الباردة الشديدة، إذا كان هناك ريح باردة شديدة إنهم يجمعون أيضا. نعم. ما الضابط شيخ صالح في الميكروفونات ورفع الصوت سواء في الصلوات أو في غيرها في رمضان وغير رمضان؟ لا يجوز رفع أجهزة الميكروفونات، هي تشوش على السكان حول المسجد وتقلقهم، وكذلك تشوش على المساجد الأخرى، وإنما المطلوب بقدر ما يسمع الإمام المأمومين، قدر ما يسمع الإمام المأمومين ولا يزيد على ذلك. نعم. يا شيخ صالح، هل تجوز
الصلاة خلف من يقول بجواز الذبح عند القبور والأضرحة، هذا مشرك الشرك الأكبر، فليس له دين، تيتوب إلى الله عز وجل، ولا تصح منه صلاة ولا عبادة، تيتوب إلى الله عز وجل من هذا القول أو من هذا الفعل، لأن الذبح عند الأضرحة تقربا إلى الأموات هذا شرك أكبر. نعم. هذه فتاة تقول: صديقتي أصيبت بمرض السرطان وعالجت منه، وأخبرها الطبيب المعالج بأنها شفيت منه تماما بعد الفحوصات اللازمة، وتسأل الشيخ صالح: إذا تقدم لها خاطب هل يجوز عليها أن تخبره بهذا المرض أم لا؟ مأجورين. نعم، إذا كان المرض يخل بحقوق الزوجية فإنها تخبره بذلك. نعم. هل يجوز يا شيخ دفع الزكاة لسنوات متعاقبة لشخص فقير ونعلمه كذلك وعليه دين كبير حتى يتمكن من القضاء لهذا الدين؟ يجوز تعجيل الزكاة لسنتين فقط، ولا يجوز لأكثر من سنتين. نعم. أيضا من أسئلة السائل يقول: بالنسبة لدفع الزكاة لمن ينتهي نسبه إلى بني هاشم علما بأنه فقير وعليه دين، إذا صح أنه من بني هاشم فلا يجوز له أخذ الزكاة ولا غيرها من الصدقات، وإنما يأخذ الإعانات التبرعية لا بأس أن يأخذها، أو يأخذ من بيت المال. نعم. هذا السائل يا شيخ يسأل عن الحكم الشرعي في نظركم في حكم العقد على الحامل، المرأة الحامل قبل الوضع. العقد باطل عياذ بالله، ما يعقد على المرأة المطلقة إذا كانت حاملا حتى تضع، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت خرجت من العدة يجوز العقد عليها، وأما غير الحامل المطلقة غير الحامل البائن فإنها لا يجوز العقد عليها مدة العدة، وإنما يعقد عليها بعد العدة، بل الخطبة الصريحة لا تجوز، وإنما تعريض: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أما تصريح الخطبة للمعتدة الباين فإنه حرام. نعم. هذا السائل الشيخ صالح يقول: بعض المعاملات سواء في البنوك أو المؤسسات أو الفنادق لا يتم الدفع لها إلا عن طريق بطاقة الفيزا كارت، ما حكم استخدام هذه البطاقة؟ لا أعرف حقيقة هذه الفيزا وما تتطلبه، إذا كانت لا تتطلب ربا فلا بأس بذلك. نعم. هذه امرأة يا شيخ صالح أفطرت 7 أيام من رمضان خلال العادة الشهرية ولم تقضي حتى رمضان الذي قدم من العام التالي، وكانت حاملا فأفطرت فيه 3 أيام خلال تواجدها في المستشفى لتلقي العلاج، فماذا عليها أن تفعل الآن؟ عليها القضاء إذا تمكنت منه إنها تقضي ولو بعد رمضان، لكن إذا دخل شهر رمضان وهي لم تصم رمضان الفائت وكانت معذورة فإنها تصوم رمضان الحاضر، وإذا انتهى تصوم رمضان الماضي على سعتها لأنها أخرته لعذر، أما إذا كانت أخرت لغير عذر حتى جاء عليها رمضان فإنها ما تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير. نعم. لها سؤال آخر تقول: بأنها وضعت طفل العام الماضي واستمر معها النفاس أكثر من 40 يوما، وأول دورة لها بعد النفاس كانت في 14 رمضان واستمرت حتى منتصف شوال، لكن كانت أشبه بالنزيف من كونها دورة شهرية، تقول: ولم أفطر ولا يوم لأني كنت شاكة بأنه نزيف، هل أقضي الأيام التي صمتها في رمضان مع العلم بأنني لم أفطر؟ هذا لابد من معرفة نوعية الدم، إذا كان نزيفا فلها أن تصوم إذا لم يضرها الصيام تصوم، أما إذا كان حيضا أو نفاسا لأن الحائض لا تصوم كذلك النفس لا تصوم لا يصح صيامها، لو صامت ما صح صيامها. نعم. تذكر السائلة وتقول: سمعت بأن أرواح الأموات تتلاقى بعد الموت في البرزخ، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا فيه قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، هذا معناه أن الأرواح تتلاقى، أرواح الأحياء وأرواح الأموات في النوم، في نوم الأحياء تلاقى الأرواح مع الأموات، ثم إذا كانوا أحياء وعادت أو استيقظوا عادت إليهم أرواحهم، وبقيت أرواح الأموات قبضة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم.
هذا السائل يا شيخ أبو إبراهيم يقول في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة، لماذا قدم الصبر على الصلاة؟ لأن الذي ليس عنده صبر لا يستطيع الصلاة ولا غيره، بل يترك الصلاة بسبب أن الصلاة تتطلب أحكاما، والمداومة تتطلب المداومة عليها والمحافظة عليها، فلا بد من الصبر. الصبر الذي ليس له صبر لا يستطيع أن يقوم بأمور دينه. نعم. هذا السائل أحمد الحامد يقول: يا شيخ، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وفي ليلتها هل له عدد محدد؟ وما صحة كلام من يقول من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم أقل من 300 مرة يعد مقصرا؟ هذا لا دليل عليه. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دائما، ولكن يتأكد هذا في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة بدون عدد معين، لأن العدد يحتاج إلى دليل. نعم. أيضا السائل أحمد الحامد له سؤال ثاني الشيخ صالح، يقول: ما حكم من أدركه رمضان وعليه قضاء من رمضانات سابقة، علما بأن تأخير القضاء كان عن عذر؟ يصوم رمضان الذي أدركه ويؤخر القضاء الماضي إلى بعد رمضان الجديد، فإن كان تأخيره لعذر ما تمكن ليس عليه إلا القضاء، وإن كان تكاسلا فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: شيخ، ما حكم إلقاء السلام والحوار بين الرجل والمرأة للحاجة وفيه أمانة بين هذا الرجل الصالح والمرأة؟ لا بأس بمكالمة المرأة التي ليست من محارمه بقدر الحاجة من غير خضوع في الكلام، لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروف. المخاطبة لا بأس بها للحاجة، أما مخاطبة المرأة الأجنبية من غير حاجة أو يكون فيها نوع من الإطماع فهذا حرام ولا يجوز. نعم. وإذا مر الرجل يعني يا شيخ بنساء هل وألقى السلام؟ لا بأس، يسلم عليهن ويردن السلام، ترد واحدة منهن السلام يكفي. نعم. بعض الآباء يا شيخ عنده تقصير في إيقاظ أهل بيته لصلاة الفجر، فما نصيحتكم لهم، علما بأن هذا الأب يقول يكبرون ويهديهم الله؟ لا يكبرون ويهديهم الله، لكن لا بد من سبب للهداية، وهي أن الوالد والوالدة يأمرون أولادهم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10، فرقوا بينهم في المضاجع. فالوالد والوالدة مسؤولان عن أولادهما بالتربية والملاحظة حتى يكبروا ويبلغوا الحلم. نعم. أخيرا نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، وأصر وطلب الحقيقة من البرنامج أن نعرض هذا السؤال على سماحة الشيخ صالح الفوزان، وهو يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، في وقتنا الحاضر انصرف الناس إلى الإنشاد في المنتديات وفي الأماكن وفي هذا الزمن، فما رأيكم في ذلك يا فضيلة الشيخ، حيث قل منهم من يقرأ القرآن وأصبح الإنشاد هو مصدر الرزق؟ هذا لا يجوز، الإنشاد هذا غنى من الأغاني، والغنى صوت الشيطان، استفزز من استطعت منهم بصوتك، قول الله للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت الشيطان هو الغنى، فلا يجوز استعمال الغنى في مجالس أو في الحفلات أو ما أشبه ذلك مما يسمونه بالشيلات. نعم. هذا كله حرام ولا يجوز. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات مع أسئلتهم واستفساراتهم في برنامج نور على الدرب. أشكر فريق العمل من الفنيين والمخرجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.